لكم في آخر حلقة من فقرتنا أسرار الكفر المالية. عن جد من هلا تعلمنا كتير من الخبيرة تبع المال والفلوس المصاري شو ما بدنا نقوله في لبنان. وأنا كتير كتير متحمسة تشوف الخطوة فينا ناخدها توصل لأهدافنا المالية من خلال أسئلتنا يلي أنتوا أسألتونا إياها. وكمان أنا كان بدي أسألك بعض الأسئلة لأنه أنا لسه ضيعة شوي بالنسبة للمصاري لأنه ما بعرف أنا بدي أحقق أهدافي بدي أعمل الأشياء أكثر بس في عقبات بيني وبين الأهداف ولسه بحس إنه في جمع مصاري أكثر بس ما بعرف ليه. فأهلا وسهلا فيكي آخر مرة إن شاء الله مش آخر مرة بس آخر مرة للشهر الثالث وأنا كتير مبسوطة إنكم معنا. Thank you. أنا مبسوطة أكثر وأهلا وسهلا فيكي. فأول سؤال إجا من ست فرح وقالت كيف فيي أجمع أكثر مصاري وأنا عايشة بلبنان وفي كتير كتير مشاكل بالبنوك ومن يعني أشياء يلي عن جد في عقبات بيني وبين الحصول على المصاري في لبنان كيف في أجمع أكثر مصاري وفي هدول الأشياء يلي عم بيوقفنا. أوكي هلأ السؤال كتير كبير رح جاوب على يعني في شيء أنت عم تسألي خطر عبالي رح أقوله مش بالصدفة إجا عبالي. الوضع يلي صار بلبنان حطنا بموقف مش مهضوم ابدا ومش عادل ومش حلو بس نحن وصلنا لهون وهالشي ما فينا نغير وراه. الطريقه الاذكى انه نكون عم نفكر فيها هلا هي strategic thinking. انا وصلت لهون وين بدي روح وكيف فيني اوصل. يمكن في بعض الاشخاص جوابهم هو انا وصلت لهون بدي هاجر على بلد تاني كيف فيني اعمل تفل. يمكن في قسم تاني انا وصلت لهون بدي اعمل كارير شيفت كيف فيي اوصل. المهم انه نطلع من الفيكتيم مايند سيت يلي هي بتربطنا بتكبلنا بتخلينا نكون ستاك ونكون عم نفكر اكثر بريسبونسبيليتي مايند سيت لانه كلنا بنعرف انه الوضع اللي وصلنا له بلبنان هو الحق علينا كمان نحن كشعب بمطرح معين انه طبيعي هالشيء. سو وصلنا لهون بغض النظر من هون خليني افكر شو اللي بدي اياه وكيف فيني اتجه نحو الشيء اللي بدي اياه. سو انا لست فرح بقول انه بفهم الوضع مش لذيذ بفهم اللي صار منه عادل مزعج واكيد خلق لنا اوجاع ماليه بس اتس اوكي نحن اليوم وصلنا لهون. فكري بالاتجاه فورورد لوين بدك تروحي تتقدري ترسمي خطه وأكشنز محددين بيقدروا يساعدوك توصلي للشيء اللي أنت بدك تروحي لعنده. أكشنز محددين كتير مهمة. وأستاذ محمد بيسأل كمان أنا بعني عايش مع الأهل وعندهم طريقة تفكير كتير closed mindset بالنسبة للمصاري بس ما عندي المصاري بعد ممكن كرماله ممكن لا ما بعرف مثل ما تعلمنا مني تروح من بيتي تكون ممكن عندي شقة لحالهم عم بيقول تحاول يعني غير طريقة تفكيري كيف في يعني يكون أحسن بهيدا الجزء يعني بيكون أقوى وأنا لسه ببيته. أوكي يلي بيقدر يعمله هو انه بيقدر يوقف الاحاديث الماليه هو وياهم يعني ما في لزوم ينحكى هو وياهم بالمال لانه اوريدي وجهات نظرهم والبروغرامينج تبعهم هو ما بقى عم يخدمه بولا مطرح بالتالي عم بيزعجه فما في لزوم انه يصير هيدا الحديث. بالمقابل يشتغل انه يكون هو عم بيعمل education اكثر لحاله على الصعيد المالي يمكن يقرا كتب يمكن يحضر فيديوز يمكن يركز على حاله. انا بفهم انه هن وصلوا لنا بروغرامينج منه ايجابي بخصوص المال هن هالقد كانوا بيعرفوا اتس فاين بس هلا بقول له لمحمد ركز على حالك ما بقى تفوت معهم بنقاشات منا عم تخدمك
فكر انت كيف فيك تطور ذهنيتك بالمال، بيقدر يكون من خلال كتب فيديوز، سقف حالك ماليا، يمكن معلومة واحدة تفتح لك باب انت ما كنت منتبه له. سو ما تستخف بهيدا الشيء، ركز على حالك، ركز على تقوية معلوماتك انت، والاشياء اللي جاي بتتوضحي يعني لحالها تلقائيا step by step، لانه كل حدا الجيرني تبعه شيء. So there is no one formula for everyone، كل حدا الجيرني تبعه مختلفة عن التاني. وكمان جولي بتسأل انه هي في الجامعة، نعم يعني عم ببلش في الجامعة، هي قالت هي بالثانوية بدها تروح على الجامعة، بس بهالأوقات الصعبة هي عم تشوف كثير من أصدقائها ما عم بيروحوا على الجامعة لأنه أنقذ المصاري. شو رأيك بموضوع يعني تحسن حالنا خلال الدروس، يا جامعة يا courses وهيك، وهيدا المصاري ممكن كتير قليل من بيوت مثل بيت جولي، بس بدهم يحسن حاله، بس ما بدهم يروحوا كل المصاري قبل ما تجمع مصاري. شو بتنصحي لهم تعامل إذا ممكن ما عندهم كتير مصاري باقيين بس بدهم يبلشوا تجمع أكثر مصاري؟ اوكي. نحن ما بنقدر يعني كل انسان منا ما بيقدر انه يركز على كذا هدف كتير كبار مع بعضهم بنفس الوقت. سو هدف المصاري هو اوريدي كبير، وهدف الجامعه هو اوريدي كبير. سو هول هدفين كتير كبار صعب عليها، او اتليست رح يضغطوها اذا بدها تمشيهم مع بعضهم. انا بنصحها انها تكون عم تركز على هدف واحد حاليا، يا الجامعه يا المصاري، وبناء عليه تقرر شو الشيء اللي هلأ البرايوريتي تبعها وتمشي فيه. بالمناسبة إذا هي موجودة بلبنان، بلبنان نحن بنقدر نستفيد من الجامعة الرسمية اللبنانية يلي هي موجودة، يلي الفيز تبعها كتير قليل، ويلي عن جد عم تعمل تسهيلات فظيعة للتلاميذ بدراستهم، كرمال تكون عم بتسهل عليهم من مواصلات لتأمين دروس لكل شيء. يعني أنا موجودة بقلب الجامعة لأني كمان مسجلة معهم حالياً سايكولوجي، وبعرف قديش هني عم بيسهلوا، قديش هني عم بيساعدوا. سو في طريقة، دايماً في طريقة، بس بدنا ننقي الطريقة الأنسب لإلنا والأذكى. سو تركز على هدف واحد وتروح all in، كل تركيز عليه. وشو بتنصح أنا بدي أسأل هيك سؤال، شو بتنصح للأشخاص يلي عندهم شغل بس ما عندهم شغف للشغل؟ يا يعني لازم يترك هالشغل ولا يضل مع هالشغل لأنه عم يجمع المصاري بس الشغل أوف. ليكي نحنا كل يعني نتركه. في two points بدي أقولهم هون. الانتربرنورز كلهم بيقولوا لك من خبرتهم انه هني قطعوا بفترة عم بيستعملوا الفول تايم جوب just to fuel their entrepreneurial work until يقدروا يقطعوا عليها، لانه اصلا the employee mindset is a whole different thing من ال entrepreneurial mindset، والنقلة مش سهلة، مش يعني بدها شغل. accordingly للاشخاص يلي ما عندهم هيدي الباشن، وهني الباشن تبعهم موجودة بمطرح تاني، يعني استخدموا المطرح اللي انتو فيه على وقت تتقدروا to secure the financial part، لأنه you need it شئنا أم أبينا، until تجي فرصة وتقدروا تنقلوا بطريقة سلسة على ال entrepreneurial thing اللي انتو بتكون ياه من دون ما تكونوا عم تنقذيو ماليا. هاي نقطة. نقطة تانية بدي أقولها، أول ما بلشت research بموضوع ال money coaching وإلى آخره، توصلت ل ثلاث خطوات أساسية للإزدهار المالي عند كل حدا. النقطة الأولى هي إنه الشخص يكون عم بيشتغل شغل بحبه، وهون بدي أرجع للباشن. ولهيدي النقطة ركبت بروجرام سميته working from the heart. You cannot reach wealth إذا أنت عم تشتغل شيء ما بتحبيه. So passion، وانه الواحد يكون عم بيعمل شيء
that feels natural لإله is super important بالfinancial prosperity بالازدهار المالي. النقطة الثانية هي حتما the money work. على فكرة we all have unconscious money blocks. We all have them. وضروري نشتغل عليهم. إذا هيدا الموضوع بيعني لنا ومنحبه ومنحب نكون عم نشتغل عليه. والستيب التالتة so working from the heart, money mindset. والستيب التالتة هي أكيد business strategy ممتازة مع marketing وسيلز واللي لازم لو نحن هلأ بعصر الماركتينج. So نحن هلأ we are all over على السوشيال ميديا. ما منقدر نلغي هيدي البارت. So passion, money and social and marketing خلينا نقول أو business strategy هن الثلاث خطوات الأساسية يلي نحن ضروري نكون عم نشتغل عليهم. حلو. وشو هو أكثر يعني حدود بين زبونك وأهدافهم اللي بتلحظ بزبونك؟ أوكي. So أكثر شيء بشوفه عند الزباين common هو الخوف من المال. Fear from money. خوف؟ Yes, خوف. People tend to see إنه المصاري أقوى منهم. مع إنه نحن إذا بدنا نفكر فيها هلا المصاري it's a paper. يعني it does not do anything. It's just a paper. So هي ما فيها تعمل شيء. هي مجرد ورقة. نحن اللي بنعطيها الباور. نحن اللي بنعمل فيها. يعني أنا اللي بقرر اشتري فيها هيدا الغرض أو هيدا الغرض أو أعطيها لهيدا الحدا أو أعطيها لهيدا الحدا. So هي ما عندها فورس. نحن اللي عنا الفورس. بس خوفنا من المصاري هو واحد من أكتر الأشياء. هالشعور هو واحد من أكتر الأشياء اللي بتمنعنا من إنه نتجه نحو المصاري ونفكر جدياً أكتر بأنه نشتغل عليها. So الMMCP بعد الMMCP أو الشخص يلي بيمشي بهيدي الجيرني بيوصل لمحال ماني بالنسبة لقاله المال نيوترل مثله مثل أي ريسورس تاني موجودة عنا على الكوكب. example مثله مثل الأكسجين مثله مثل اللايت مثله مثل الكرسي مثله مثل هو شيء موجود لخدمتنا. كيف الكرسي موجودة تتريحك وتقعدي عليها، المصاري موجودة تتريحك وتستعمليها بقصص. So it becomes neutral. ما بقى في هالإموشنز الليميتنج أو النيجاتيف أو الأوفر يلي موجودين عليها أبدا. ومجرد إنها تصير neutral وإنه نبطل حاطين هالأتنسيون عليها بتصير flowing بطريقة أريح وبطريقة أسلس لإلنا. Smoother. Yes. كتير حلو. مرسي كتير على كل الحكمة اللي شلتي معنا كل هالأسابيع بشهر ثالث. وبعرف انكم استفدتوا من كل شيء اللي حكيتين اياه، لانه عن جد انا بعني عم بتعلم عن هيدول الاشياء. يعني المجتمع ما بيعلمونا هيدا الشيء. صح. يعني هيدا الشيء لازم الواحد يركز عليها يعني يفتح المايند سيت تبعنا. مزبوط. نستقبل اكثر مصاري. صح. بس كل شيء ممكن. مزبوط كل شيء ممكن. وبدي اقول لك شيء تريحك، انا كمان بعدني عم بتعلم. It's a work in progress. ما بتوصلي لمحل انه this is it. دائما اذا طموحك كبير you need to keep on working on yourself تضلك ماشي معه، لانه دائما في اكثر ودائما في احسن ودائما في افضل. وواحدة من المفاتيح بموضوع الازدهار هي انه نكون grateful ومقدرين كل شيء اليوم عنا اياه، بس بنفس الوقت طامحين للأكثر وبدنا افضل. So this balance between gratitude and ambition is important. يعطيك الف عافية. واذا انتم بدون الفرصة تكون session عندك مع المدربة المالية اللي مدحتها، ما تنسوا تجاوب على كل الأربع أسئلة اللي منحط بعد كل حلقة. وإذا أنتوا جاوبوا كلهم صح ممكن أنتوا رح تربحوا السيرشن معها. ويعطيك ألف عافية. يعطيك ألف عافية.